اخو تيو ولدي مار دارنا لا فارماسي نجري والريبيتي سينيستان من يوكودو سينيستان من يوكودو سينيستان من يوكودو تلمح في الطاولة نقلب يوكودو سينيستان يوكودو سينيستان اوي عيط ليحة صاحبي ابخادر اخوتي ويفاصيلي قاع قلت له علاش عيطت لي؟ يا شكون قال لوالدك تعيط لي؟ يا خلي الغدوة وعيط لي يا تعيطة قال لي علاش قلت له واش قال لي با مشى نرجع عنده بلا دواء تهردت عليا السلام عليكم انا عجبني بوكو بوكو عقدر سيكتور نجيو كلها مسعدية الحمد لله يا ربي سعيد فريمون اون فيل مزيانه سي بون لورغانيزاسيون مزيانه سي لا بروميير فوا يدار شي نشاط بحال هذا او نيفو لوريونتال الوغ سي ان كو باش انه نعرفوا بهذه الجهه اكثر الخير حنا دابا عاد خلطنا يومين هذه الخرجه الاولى ديالنا هذا العام خرجنا ديجا صاغي بخيره خطا ابخا هذا السيكتور زعما انا عارفهم من داري وفرعنا بالضحك يعني اول مره في السعيدية وكنت متخوف شويه انا كنت في الخارج وكانوا عيطوا لي حتى وليت نسول اسكو يعني الصاله شحال ترفد قالوا لي ترفد 1400 ديجا دهشت اول مره غادي تخدم في السعيدية وما عارفش هاد الجمهور اسكو متبعك اسكو ما متبعكش خفت انا بالك تجي واحد 30 واحد فهمتني من بعد منين عيطوا لي وقال لي عبد القادر تانكيات ما تخافش يعني جمهور السعيدية لا برومو ديالك راها بارتو والناس راها فرحانين وكذا وراهم يستناو غير وين تجي يعني سا مونكوراج ومنين جيت الشيء اللي قاله لي شفته يعني كانت صالة ارشي كومبلي والبوبليك يعني تبعني دو ا زد تبعني دو ا زد وما كنتش نستنى ذاك الجمهور يكون هكذا دونك الحمد لله ومام باسكو كي كملت السبيكتاكل دخلت لا لوج يعني نجم نقول لك بالك روحوا لا 30 واحد 1400 روحوا لا 30 واحد يعني كاع الناس كانت تسناني باش جو برون دي فوتو معاهم دونك هذه تدل على محبه هذا الفنان ولو كان ما رضاوش بالسبيكتاكل اللي درتو لو كان الناس بالك كي القاعه يعني فوالا كيتاو القاعة يعني 30 مينوت 40 مينوت يعني باش قعدوا معاك حتى لا ديرنيير سكوند سا جو بلي العرض كان عاجبهم وإلا هما كان عاجبهم العرض أنا كان عاجبني الببليك